لا صديق دائم ولكن مصلحة دائمة. وفق هذا المنطق تسير السياسة الفرنسية مع المستعمرات القديمة. فرنسا لم تنسى عبر التاريخ فشلها الدائم في الهيمنة على الدول التي نالت استقلالها بأغلى الأثمان. تراجع كبير للدور الفرنسي في عديد من الملفات نتاج مولات في السياسات الداخلية للدول، أو كذلك أن السياسة الفرنسية أصبحت سياسة متهالكة أو تجاوزها الزمن بشكل كبير. خروجها من النافذة من إفريقيا لم يمنعها من محاولة الدخول عبر الباب بتدخلها المتواصل في دول الساحل الإفريقي، وما يجري على الحدود الجزائرية المالية أحسن دليل. فرغم جهود الجزائر المشهودة في العمل على إحلال السلم في إفريقيا، خصوصا جهودها في تقريب وجهات النظر بين الإخوة الفرقاء في مالي، إلا أن فرنسا تسعى دائما إلى خلط الأوراق في المنطقة وجعلها بؤرة توتر. فرنسا اليوم هي تسعى من أجل استعادة أو الحفاظ على بعض المناطق التي تصنف الخارجية بأنها مناطق حيوية واستراتيجية، تحاول بأن تبعثر بعض الأوراق في إطار الحفاظ على هذه المناطق أو بسط سيطرتها من جديد. وعلى هذا الأساس نحن نجد أن هنالك تحول أولا في التوجهات الفرنسية في المنطقة، وبالمقابل كذلك نحن نجد نوع من الاضطراب والارتباك بالنسبة لفرنسا في تسيير العديد من الملفات والقضايا خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، وبدليل التطورات الحاصلة في الأسابيع الأخيرة. الأكثر من ذلك أن فرنسا لم تلتزم فقط ببنود السلام في المنطقة، بل خالفت كل الأعراف والاتفاقيات الدولية من خلال تقديم الفدية للإرهابيين. نتحدث على صفقة مركبة وعلى صفقة لم تكن نيتها مضية إلى الخير، وإنما كانت عبارة عن ورقة يراد من خلالها انطلاق سيناريو جديد في المنطقة في إطار العبث بأمن واستقرار المنطقة. لأننا أولا نتحدث على مجموعة من المعطيات، وهو تسجيل عودة النشاط الإرهابي في المنطقة بمؤشرات قياسية، مثلما كذلك نسجل كذلك خارطة انتشار جديدة للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى المؤشر الثالث وهو عدد المقاتلين الذين تم إقحامهم في المنطقة. التخبط الذي تعيش فيه دوائر الإليزي بدا مفضوحا حين أعلن ماكرون أن الإسلام يعيش هذه الأيام أزمة في بقاع العالم، ليفاجأ حين استقباله للرهينة الفرنسية بإعلانها إسلامها، موقف أخلط كل حساباته وثارت ثائرته من خلال تأييده للرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. تخبط ربما لن يفيق من صدمته حين مغادرته لقصر الإليزي بحلول العام 2022، لأن موقفه من الإسلام ليس موقف كل المسلمين في فرنسا.